طيب نروح للمشي، وش رايك؟ بسم الله. يلا المشي مع العرفج. مع مين؟ مع واحد من الإعلاميين الجميلين والنبيلين والخلوقين، وشخص يمكن تعرفونه في منصات الإعلام بطرحه وبإثارته وبما يقدم، ولكن هنالك نسخة رائعة جدا على الصعيد الأخلاقي والإنساني منه، وهو الإعلامي الرياضي الأستاذ القدير ماجد التويجري. خلونا نقول وش قال، نشوف وش قال في المشي. يا هلا والله ومرحبا فيكم. المشي مع مين؟ مع المعلم الاجتماعي أحمد العرفج. كان مفروض أكون أنا وياه مع بعض، لكن تعرفون هو في مدينة وأنا في مدينة، وأيضا نظرا لجائحة كورونا وعملية التباعد، فأصور له الأسئلة اللي يبيني أصورها له وحزيد عليها كلام. عن مين؟ عن الأهلي، عن الاتحاد، عن النصر، عن الهلال. خلوكم معي. ماجد التويجري، من حيث علاقتي بالمشي علاقة قديمة جدا، أنا من هوات المشي، يعني أتوقع أني أكثر واحد في الرياض مشى في ممشى الملك عبد الله وراهن، بدليل أنه يروح ناس ويجي ناس، والحمد لله أنا ثابت. أنا زي الهلال ثابت في البطولات، أنا ثابت في المشي. تدرون من أهم القرارات اللي اتخذتها وأنا أمشي؟ خروجي من صدى الملاعب وانضمامي إلى برنامج كورة مع تركي العجمة. يعني أنا جلست على تركي العجمة، بعدين طلعت من فندق كمبنسكي ورحت للممشى، أخذت لي لفة كذا في ممشى الملك عبد الله، وبعدين وقفت صليت المغرب واستخرت وقلت يلا من الآغا للعجمة، من صدى الملاعب الكورة على السريع. يا أبو عرفج، الأهلي ميت دماغيا ولن يتجاوز المركز الرابع أو الخامس، الهلال علته منه وفيه، الاتحاد والنصر في حالة صعود. شكرا للأستاذ ماجد التويجري، وهو رجل يعني محاط بالإثارة أينما ذهب، قال رأيه في الهلال والنصر والأهلي والاتحاد، وباقي الرأي عندك دكتور، طبعا مع الشكر له على قبوله دعوة أهل بالعرفج. شوف، دائما في مقولة عند العرب تقول لكل من اسمه نصيب، ماجد له من اسمه نصيب. ماجد الحقيقة يملى العين، تعرف العين شو يقول عبد المجيد، ما يملى عيني في حياتي لنت، فهو يملى العين إذا تحدث وإذا أثار وإذا مشى وإذا صور، مثير للجدل، وأيضا يعرف كيف يصل للسقف دون أن يخرق السقف. مثلا الآن هو لمس الأندية الأربعة لكن ما تقدر تلقى عليه أي مدخل قانوني. أحيي ماجد والحمد لله. طبعا ماجد من أسرة روتانا، فهو مكسبه صحيح مكسب لنا، وزي ما أصحابة هارون الرشيد امطري حيث جئت، فكل نجاح الماجد هو نجاح لنا لأننا كلنا أسرة واحدة. أنا أتمنى أنه ماجد يعني ما يغيب عنا. ماجد أنا طمعان في يدري أنه يقرأ، ودي يكون كمان يجيب لنا كتاب من الكتب الجميلة. حياه الله، والتحية للزملاء في برنامج كورة، وعلى رأسهم الزميل العزيز تركي العجمة والزميل تركي الشديد، وأيضا الأستاذ الأغا لأنه كان يشتغل عنده، هو ذكر الاثنين، والأستاذ مصطفى الأغا وصدى الملعب يستاهلون. طيب